فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقلنا ذلك ما ورد لليهود في كتابهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في كتابهم لتفسدن في الأرض مرتين. وهل بنو إسرائيل لم يفسدوا في الأرض إلا مرتين؟ ده لو أنهم أفسدوا في الأرض مرتين ده كانوا حاجة كويسة أوي. إذن لابد أن يكون الأرض المقصودة الفساد الذي في حضانة دخولها في الإسلام. محدش يقول ده كان ينبخ نبخ نصر، نقول له ده وعد وربنا بيقول فإذا يبقى لازم يجي، وكان وعدا مفعولا وقد حدث فعلا، وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال دياره. ولكن أيستمر الأمر كذلك إرادة كونية؟ لا، إنه سبحانه قال بعثنا عليكم عبادا لنا، فما دام يوجد عباد لنا يبقى المسألة ماشية. إن تخلوا عن هذا الوصف يبقوا أنتم رددنا لكم الكرة عليه، فكأن الكرة لا ترد له. ثم رددنا لكم أي يا بني إسرائيل الكرة عليهم أي على الذين أجلوكم. طب ليه تجعل الكرة لهم يا رب؟ لأن هؤلاء تخلفوا عن عباد لنا. ما دام تخلفوا عن عباد لنا يبقى لازم يحصل اللي حصل. إذا نحن الآن في قول الحق ثم رددنا لكم الكرة عليه. إحنا دلوقتي مع اليهود في منطقة إيه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليه. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفسينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده، يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآن الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جات الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، دك مننا مش عبادا لنا جت الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليه. الكلام اللي بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو انت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا، تقول يا سلام. ما هو النفير؟ اولا النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوة ذاته قاصرة عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى اكثر نفير ولا لا؟ لان وراء وياهم اقوى
اقوى الدولتين العظميين. يبقى امددناكم باموال صح وبنين صح، وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول: والله يا يهود ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضو حن ايه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، اكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضه احنا نلاحظ كده ان البعث الاسلامي والوعي الاسلامي دلوقتي ابتدى، فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره بعد الكره لكم ليسوءوا وجوهكم، اشرف حاجه فيكم ايه؟ الوجه، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. الله، ده تاريخ واضح اهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده انت في المرة الأولانية يا رب ما جبتش سيرة المسجد ولا دخول المسجد. اقرا كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيرة المسجد. طب ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. طب ده دليل على ان المره الاوليه كان فيها دخول. ام قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الاسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد. بس لما دخلنا المسجد مش نكايه في اسرائيل. ليه؟ لان المسجد في ايامها ما كانش تبعها، لانه كان تبع الدوله الرومانيه. فدخولنا في اول مره لم يكن نكايه فيهم، انما هو جايب المره الثانيه اللي هتبقى مين. فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ الكرة اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخلوا المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هنا لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله، كأن هتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه. أما هنتبر إيه ولا مش بقول وليتبروا ما علوا؟ هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مدة يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخرة. وانتظار وعد الاخرة في اذنه ربنا عاملها وعد شرعي. إن عدنا عبادا لله كما كان في المرة الأولى سنسوء وجوههم وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علوا تتبيرا.